أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عاد نوقع سبتهاي مع السند كسب لواد ورك دورنمي أعلن سيدة ميديا واد دورنمي أربعة وخطبة حساسية ينوصو سعودو فضلاً نلاتشوك حق حساسية حق رسمية أو أنكال ني إلا حق أغال أهي كان دي دي يي شير قول لدى أرحان درد أهي أي أي أمد صوماليات أدقى يان عدوغ ششيه أه يوكوا ميدبك صومالي له أي أو أديغا استعمارك أي أي أغو رئيس الدولة فسادك إيا كالقايبين تاك شقيسة أي قدر حق تان وحا يسكوح القامي أو سوغد بنتي دا كاقايبقاتي حلبانا كاترسان حلبانا دا عصبي بارلبان كاكو إي تومناد لغانا صودورتي كوفر قلبيت وحينا نغا عدسدين إنانان مغا عيادو دا لو داقين صحافة دا أرما أمن الدارتيت حوكتان وحاكو بلابينا شرر هور دعا هاي او نحمري كو سفير كقدر افردية صوماليا حسن بن حمسة لوكا لتاليها وين ايدو هاني محمد عبدالله فرماجو سدح دلاغا قوسلا دقار قبي فهد ياسين حاج الداهر افر اذيقها مستر كوفر قلبيد عبد عسيس حسن محمد لفتقرين كلان كاسي ايا وحا شرق الدومين ييكا لتاليا محمد عبدالله فرماجو وحانا هذا الكي بلابي انا دوهاني فرماجو وحونا واربحين كسي سفير كقدر افردية صوماليا حسن بن حمسة وحونا الشيغي إني قول بلاران كقارين سوحو لستحي اللبانة دا كوفر قلبيت شاقة داسي خروح دا بادن أي صوو دا قبتين مدح دا ميشاني كوو دا السوغن أو وجيدو ديلاغ السرفاد ياسين دلالك وين أما أديغا هلفتا قارين إيا كوو كالي أو ميشا أنجوغن أو حسي إنا فرماجو وحانا كميد داهي قعن كو ديغلا عبدالله آدم كولا نجيز مريحان إيا نقر قبي عبد الرحمن ديري شركي وحالوغو كلاقاتي وربحنا وحانا لايس لغو آمييي فولينتا هولا هوريا لكو حدا نبض ينالو أو أي مالقلي نيسو دولادا دقان كعالو غالله إيا قدر وحانا كميد داهي قضبادي لايس لميل ديغي كو إن دولادا قدر آي إنتا بدن بحي نيسو دقالها كوباحايا ديبو سو دورا شادا دوهاني كالتاليا محمد عبدالله فرماجو لابا إن كو حدا نبض ينالو الأيوه غاميو إنا فرماجو آي بحيان قوندادي آيو قرشيين ديبو سو دورا شادا كالتاليا محمد عبدالله فرماجو قوندادا سعودنا لباتن برسن تدقالها لو قرشيين إنا يكبحضو doorashada lacagaha qoondada kooxda nabad iyo nolol ay keydiyeen waxayna ka timid canshuurtii 5 sano ee la soo dhaafay laga aruuriyay ilaha dhaqaale dalka saddex in xilliban kasta oo u codeeya dhagar qabe ina farmaajo waxaa la siin doonaa lacag dhan 300 oo kun oo dollar afar in gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka 12aad laga dhigo Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagareen laguna bixiyo wax walba oo dhaqaale ah suurtana gelin kara soo doorashadiisa شان إن قدومي كوحيغينك كوبا دي بارلبانك كوي توانات لغا ديغو حلبانك لغو مورسان يهي ديلاغ قسلا فهد ياسين حاجي داهر سيدو كالان حوق إيو حيلات با ليسوغو جيو سيدي اوكو صوبيح لها فهد ياسين لح إن قدية دا دورشادا مامولي دونو أي نوخدان كوا دا عدو أهنباد ينولال لغانا شاقايو سيدي لغو قوليسان لها إن قدية دا سي أي اوغعان غلان كالتالية إنا فرماجو سيدي بوسو دورشادي سان لغو قوليسلو تدوبا إن مشارحين تال لغو حيرو شروع دا آدو آدك أو أي سان كسو بيحي كارين أي نكمي ديهين إن مشارح والبا أو اترتما يا كورسيغا مدح وينها أو حيستو صحيحة كنتان حلبان سماش اللوغو سارو كوار رجادة كاقبا إناي أتر تمان حلك مدحت نمدا سيدد إن أن حوغينا إيو حوالي حينبا إسوغو جينو سيد اللوغو إلالين لها هقامين تدلتا قبيلك هويها إيو عدو البقو ديدان إناي هيرجشو مساليح دا دولة دا قدر آيك لايدا هاي دلوينا هومد دا صوماليات ستاسي اللوغو قوليستان وا إن مشرحين تهوية نحذو ذا لكالا قيبيو كوا آن إيبسان كرنانا آن إيبسانو كوي لا إيبسان واينا وا إن ساحد دا سياسة دا ترتنكا آن كسارنو سورة قلين تا هو شاسين اللغو بحيو نف مال إيو وقتي أيا اللغو يروار بحينتا ساقال إنان مرنبا لاقبالي دونين دولة دا إمارات كا أي دقالة مالية دي دالك سو قليسو دقالة حاس أو أي كو تاقي ريسو مشرحين تا أترتا ميا كورسيغا مدحتيني مدا سي أي أغو قوليستان كورسيغا مدحتيني مدا دالك كاور استاقا لعقاها أي إمارات كو دالك سو قلي نيان وحانا نو قبان دونا هاي اداها سردون كا قران كا اي نسا ايا مدح دينا ايا لويري طبان ان آن لاقبالي دونين ميدوغا مشرحين تا مدح وينها ان اي دالكا سو قليا لعاق اي كتر تمان عدي لعاق شرع الدراء اي دالكا سو قلي سانا لغلا وريغو سيدي لوغلا وريغي دولة دا امارات كا عربتا كال هوري مركي اي كدaga اديكتاي امرو اي سيساي دولة دا صوماليا سيكستوها اهاتي قرشاها سي اي اي دغين كالتاليا محمد عبدالله فرماجو ديلاغ قوسلا فهد ياسين حاج الداهر عبد عسيس حسن محمد لفتقرين عبد الرحمن ديري عبد شكور ميرا آدن عبدالله آدن كولانا جيز مريحان
fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah lafta gareen oo fadeexad culus lagu hal galay kadib markii banki ku yaala dalkaasi Turkiga oo dhigtay lacag aad u fara badan isla markaasina dadkiisa ay baahan yihiin. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa saacadihii la soo dhaafay si weyn loogu dhaleeceynayay baraha bulshada kadib markii uu soo baxay warar sheegaya in malaayiin dollar oo uu ka dhacay shacabka uu xukuumo ay u taalo dalkaasi Turkiga gaar ahaan bankiga lagu magacaabo Siraad Banki lacagtan oo tiradoodu gaarayso in ka badan 12 milyan ayaa inteeda badan lagu sheegay dhaqaale loogu talagalay in lagu garab istaago dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku rafaadsan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed kuwaas oo sidoo kale cunaqabateyn adag kala kulmaya ururka Al-Shabaab Baay Bakool iyo shabeellada hoose waxa ay kaalimaha hore kaga jiraan gobollada ugu amniga daran dalka waxayna si daran ugu nugul yihiin daruufaha isbeddelka cimilada ee abaaruhu ugu horreeyso hase yeeshee Cabdi Casiis lafta gareen wuxuu kaliya diiradda saaray boob iyo maal urursi xoogan lafta gareen wuxuu ku fadhiyaa kursi dhiig leh oo uu farmaajo ku fariisiyay wuxuuna ku yimid doorasho boob ah iyo qori caaradiisa ciidanka Itoobiya ayaa xoog u fadhiisiyay isla markaasina dad shacab ah ayay xasuuqeen ujeedkiisa ugu weyn waa inuu hanti xoogan tabcado inta uu joogay xilka ugu sarreeya Koonfur Galbeed isla markaasina uu kooxda waqtiga ka dhamaaday ka shaqeeyo soo laabashadooda musuqmaasuqa iyo lunsiga hantida dadweynaha waa midda ay caan ku yihiin hoggaanka siyaasadda Soomaaliyeed waxaana la rumaysan yahay in madaxda maamuladu lacagta xoogan ka sameeyeen doorashooyinka dadban kuwaas oo inta badan kuraasta labada gole u boobaya shakhsiyaad gaar ahay halkaasina lacag ka aruursanaya qaar ka mid ah bangiyada Turkiga ayaa siyaasiyiin Soomaaliya ay u noqotay goob ay hantida ay dalka ka dhacaan ku qarsadaan wuxuuna hadda dalkaasi fariisin nasiina u yahay madaxweynayaasha Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle kuwaas oo kooxda farmaajo u boobeen kuraasta ay ku fadhiyaan si kastaba ha ahaatee fadeexad culus ayaa soo food saartay xilli dadkiisa deegaanadaasi ku nool ay baahi iyo oon u dhimanayaan dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay inay Al-Shabaab jab xoogan gaarsiiyeen faahfaahina dheeraada ayaa waxaa laga helayaa weerar qorshaysan oo xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen qaybo ka mid ah degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxaana xigay dagaal fool-ka-fool ahay wararka ayaa sheegaya in Al-Shabaab iska caabin xoogan ay kala kulantay ciidamada dowladda ee ku sugan degmadaasi kuwaasi oo dagaal la galay taliyaha ururka 175aad guutada sagaalaad ee ciidanka xoogga dalka maxamed sankuus oo la hadlayay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday inay jab xoogan gaarsiiyeen dagaalyahanada Al-Shabaab isla markaasina ay ka dileen ilaa 3 xubnood kuwa kalena ay ka dhaawaceen sankuus ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay ka carartay meydadka 3 nin isla markaasina ay ku soo bandhigeen degmada Xudur oo ah meesha uu dagaalka ka dhacay sidoo kale taliyaha ayaa intaasi ku sii daray inay ku raad joogaan xubnihii kale ee baxsaday weerarka soo qaaday wuxuuna tilmaamay inay haatan wadaan howlgallo ballaaran dhanka kale ma jirto ilaa ayaa hadda wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca ururka Al-Shabaab oo ku aadan dagaalkaasi ee ay guulaha ka sheegteen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya xaaladda ayaa haatan mid degan ah waxaase weli dhaqaaqyo ciidan laga dareemayaa deegaanada hoos yimaada magaaladaasi Xudur oo weli go'doon ku jirta ayaa waxaa inta badan weeraro xoogan ku soo qaada xubnaha Al-Shabaab oo haatan ku xoogan gobollada Baay iyo Bakool ee Koonfur Galbeed dagaysto ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka